تقول رضي الله عنها وأرضاها: إن الحور العين، إذا قلنا هذه المقالة اسمعي بارك الله فيك، إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجبنهن المؤمنات من نساء الدنيا، نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة: فغلبنهن، أي نساء الدنيا المؤمنات، غلبنا الحور العين، فأنت أكرم عند الله من الحور العين، وأنت أجمل منهن، ولولا حياء المرأة لوصف الله ما أعد لهن في الجنان. فشمري يا أمة الرحمن، فشمري يا أمة الرحمن، فإن الله قال ولهن.